غزال أكيد حتتعاقب على أفعالها بالأخير، بس نحنا ما لازم ننزل لمستواها. بظن هالبنت لازم تنحط بالسجن أو تنحط بمشفى المجانين مثلا. لا ماما، هي اليوم تعاقبت أول عقاب على الشيء اللي عملته فينا كلنا، وبحياتها ما رح تقدر تنسى هذا العقاب وهذا الوجع. الله ما رح يسامحها وما رح تشوف ولا يوم حلو. بالأول هي حاولت توقعني مشان تقتلني، وهلأ حاولت تقتل حميدة. شوي شوي رح يجي وقت العقاب يا ستي، رح تضلها تتعاقب لأنها خربت حياتي وسرقت مني زوجي. رح ضل وراها عم عاقبها وعذبها أكتر ليجي الوقت وتخلص منا عيلتنا للأبد. بس غزل مانا بنت طبيعية أبدا، هي خطيرة كتير وصايرة عم تتصرف مثل المجانين. دهاء هي ممكن تعمل أي شي فيكي، ما لازم تكوني مثلها لأنه هي مستعدة تنزل لأي مستوى. بعرف ماما، هي أساساً خربت علاقتي مع حيدر ومشي الحال، لهيك هي أكيد رح تحاول تفتح لي جروحاتي لأتعذب. حيدر بشو غلطت أنا؟ يعني الحق علي بزواجك مني؟ أنت جبتني لهون ووعدتني إنه الكل يقبلوا فيني ويحبوني، بس ليش لحد هلأ كل العيلة رافضتني وكرهانين وجودي بالبيت؟ شو بدها مني دعاء حيرت؟ هي قلبت حياتي لتعافى، هي عم تخنقني. ليش عم تعمل معي هيك حيدر؟ حيدر انت عم تسمعني ولا لا؟ المحل له يومين مسكر. شو؟ عملك انه المحل صار له يومين مسكر وانا عندي شغل كتير كتير متوتر هلا لدرجة اني ما عم بتحمل شي. لا تزيدي علي، بكفي بقى. بس حيدر. خلص اسكتي شبه، مشاكلنا العائلية منحلها بالبيت. بس حيدر انا اللي عم اقوله. لو دعاء يلي كانت عم تحكي معك كنت فضيت حالك كرمال تمسح دموعها بايديك. بس الي بصير ما عندك وقت لتسمعني وتواسيني. دعاء، مو انتي عطول فخورة كتير بحبيبك حيدر؟ وبتعتبري حيدر مصدر قوتك كمان؟ رح بتشوفي هاي المرة رح تكون غير، لأني بوعدك رح اكسر لك قلبك. رح احكي مع حيدر وعبي براسه ضدك لدرجة يصير يكرهك وما عاد يتحمل يشوفك أو يلمحك قدامه حتى. هالشي رح يصير غصبا عنك، ورح بلش بهالشي اعتبارا من اليوم. انتي شاطرة كتير يا دعاء، مين بيعرف على شو عم تخطط هلأ؟ انتي بتعرفي كل شي بنتي، بقى ليش مانك آكلة هم أبدا؟ هي رح تحاول تجرحك أكتر وتكره الكل. هي رح تحاول تعمل هالشي على الأكيد، بس ما رح تقدر تنجح لأنه هلأ انقلبت كل الموازين معنا، واللي رح يصير لصالحنا. رح خلي حيدر يعرف ويفهم بقى مع مين لازم يوقف. بعرف انه حيدر غلطته كبيره، بس هو مانو انسان سيء ابدا. ايه بعرف انه هو مانو انسان سيء، بس غزل يلي قدرت انه تلعب بعقله. اسمعيني، جربي انت احكي معه، اذا غزل نجحت وقدرت انه تخدع حيدر البريء شو رح نعمل وقتها؟ لا امي، غزل قدرت تسرق مني حيدر ومشي الحال، بس صدقيني بحياتها ما رح تقدر تتقرب مني. هي بتعرف إنه حبي أنا وحيدر لبعضنا قوي وأقوى من كل شي. هلأ حيدر رح يضطر يختار بيني وبين غزل. أنا بحياتي ما استغليت الناس اللي بحبهم، بس هلأ مضطرة. بتمنى تسامحني حيدر، بس ضروري كتير أعمل هذا الشي. انت رح تتأذى صح، بس هالشي نتيجة غلطك. مجبورة يا حيدر ومضطرة اني اعمل. اما بالنسبة لغزل، قبل ما تلحق تطيب الجروح الاولى
رح كون هجمت عليها وعاقبتها مرة تانية، صدقوني. لا دعاء، لا تعملي هيك، ما رح خليكي ترجعي لعند هديك البنت. شو نسيتي إنه هي حاولت تقتلني؟ وأكيد فيها تحاول تقتلك أنت كمان، هي وحدة خطيرة كتير. لا ماما، هي ما فيها تأذيني أبدا. ليش؟ شو هي بتحبك يعني؟ بالأول كنت عم شجعك لحتى تطالبي بحقك دعاء، بس هلأ عم قلك تتراجعي وتوقفي. بكفي لهون، ما عاد بدي اسمع منك ولا كلمة. أنت لازم تتركي هالعيلة بحالها وترجعي معي. يلا يلا حافظ، امشي يا ماما. لا يا ماما، الحرب هلأ بلشت وما رح أترك ساحة المعركة بهذا الوقت. أمك معها حق بنتي، أنتي لازم تروحي من هون. ستي حتى أنتي عم تطلبي مني أترك البيت؟ لو بإيدي حياتي ما كنت خليتك تبعدي عني ولو يوم واحد. أنا مستعدة أتحمل عذاب بعدك عني بنتي، بس ما فيني خليك تعرضي حياتك للخطر. بنتي بنتي لو سمحتي روحي مع أمك، لأنه إذا بتقدر تأذيكي غزل هالمرة أنا ما رح أقدر كمل حياتي ورح موت من قهري وقتها. بنتي بترجاكي. خلص طولي بالك شوي، ما رح يصير أي شيء. تعالي ارتاحي ارتاحي ستي، إذا بتبكي رح تحرقي لي قلبي من جوا. لا أكيد ما بدي أحرق لك قلبك بنتي، ما عم بقلك تتركي البيت لأني خايفة، بس أنا عم بقلك تتركي البيت بسبب الوضع هلأ. حتى لو فزتي على غزل في عواقب لهالشي. ما فهمت عليكي. بعرف اللي دفشني عن الدرج هي المخادعة غزل. وبعدها أنا ما اشتكيت عليها وما قلت لحدا إنه هي كانت ورا هذا الشيء. تعرفي ليش؟ تعرفي؟ لأنه وقتها ما صحت لنا فرصة، وقبل ما نلحق نكشف الحقيقة للعيلة حيدر تزوج غزل وجابها وقتها على البيت، مشان هيك نحن ما قدرنا. بس لسه في معنا وقت، لهلأ لسه فينا نقول الحقيقة للكل. يلا امشي. لا دعاء، ما فينا نقلهم. كان فيني انهي كل شيء بلحظه واحده. انا كان فيني انهي زواج حيدر وغزل بثانيه واحده، وكانت فشلت كل خطط غزل، بس انا ما قدرت اعمل هذا الشيء.